لو سأل الأستاذ وسيم. يلا تفضل أستاذ، تفضل على هي الطاولة. لا لا شكرا، بدي فوت شوي على المطبخ أخذ عينات. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا يا شرفت يا ميتان أستاذ، أرتاح بس أخذ المدير. يلا بتحب تشرب عصير أستاذ؟ لا لا شكرا ما في داعي. أهلا وسهلا أستاذ، تفضل. مين هذا عم تشاور لي وشاور لي؟ هذا وسيم اللي بعت أهله يخطبوني. أوه أهلا وسهلا أستاذ، تفضل من ورجيك الكلام من مطلع. تفضل أستاذ، يلا تفضل. محلات السهر ولا بمحلات مثل ما قلت لك نور طولي. طيب طولي. خلص بشوفك بكره. اوكي اوكي ماشي، مع السلامه. ألو مساء الخير. مساء النور. عفوا مين؟ أنا نور. وأنا وسيم. بعرف إنك وسيم، كيفك وسيم؟ والله بصراحة هلأ صرت منيح. ما توقعت إني أرجع أشوفك بالمطعم. ولا أنا، بس بتعرفي كانت صدفة حلوة كتير اليوم. أنت شو كنت عم تساوي بالمطعم؟ هي طبيعة شغلي، أنا موظف بوزارة الصحة وبطلع تفتيش على المطاعم. مشان هيك كانوا مهتمين فيك كتير. ايه بس انا عم بستنى الاهتمام من حدا تاني. مثل مين؟ يعني هيك حدا ظريف ولطيف، حدا بيحط ملح للقهوة للخطابين اللي جايين لعنده. ليك وسيم، هذا الموضوع بالذات لازم شوفك لنحكي فيه، لانه
لأنه صار في سوء تفاهم. مو مشكلة. طيب يا ترى بتقبلي دعوتي بكرة على فنجان قهوة برا؟ فكر بالموضوع. إيه؟ ليش لا؟ حقك. فكري بالموضوع وخدي وقتك على قلة من مهلك عن سينور. بس يا ريت ما تطولي أكتر من دقيقتين. في مشاعر؟ طيب وين بتحب نلتقي؟